عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بيكم. توا وصل لي كولي من تاع شركة زيريا. كيما قلت لكم توا باش نحكي لكم من التجربة نتاعي كيفاش تدخل شريك زيري قبل ما تصير لوفرتور نتاع السياج في دزاير وقبل ما يصير الليفريزون في دزاير كلها. به توا حاليا الحدود مسكرة بالطبيعة. توا شركة زيري شنو تطلب منه؟ شركة زيري تعطيه ورقة البي دي اف اللي تعطيها لك الريكلاماسيون تعرفيها، اللي انا توا نبعثها لكم من بعد في الجروب دي ديسكسيون، وزاد معاها تقول له يصب الفلوس هذوكم فيرسمون البنك البركه. بالطبيعه حطوا بنك البركه، ويعرف ويزم زاد كونفيرتيسور نتاع المونيتير، معناها من الدينار التونسي حتى الدينار الجزائري باش يصب الفلوس هذوكم الكل. وبالطبيعه زاد بعد ما يكمل هذا الكل يعطيك البروف باش نجم انت تحط ميثود فيرسمون اي فيرمون. بالطبيعه تو انا واحد من الناس طلبتني ارفيا، قالت لي كولي هذا يلزم يكون عندك وتخليه أمانة حتى لين يوصل لشريك تزير إن شاء الله كي تتحل الحدود. بالطبيعة إن شاء الله نوفيكم فيديو جاي نحكيو فيه على ليفريزون كولي هذه للتزاير. وبالطبيعة حبيت نقول مرحبا بك يا شركتنا أماني كروت اللي أنت أمنت بالفرصة هذه في ظل الأوضاع الصعيبة وفي ظل أزمة الكورونا. وبالطبيعة أنت نقول لك أنت أول شركة تزيرية في مجموعتي وأصغر شركة موجودة في مجموعتي، وبون شانس ان شاء الله نشوفوك ماناجيرة معانا. بالطبيعة مش ماناجير، ريفولت ماناجير.